قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. وأكد البنك المركزي أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوى الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وأضاف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية.